ببداية الفيلم منشوف بنت رايحة على متجر وبتكون كتير خايفة، وبيسألها صاحب المتجر بصوت شيطاني حقيقة أم جرأة، فهي بتقوله أنه ما لازم تلعب بعد هلأ، بس بعدها بتاخد علبة البنزين وبتشعل النيران ببنت تانية واقفة هنيك. بعدين مننتقل لبنت اسمها أوليفيا، بتكون عم تنشر مقطع خاص لإلها على قناتها على اليوتيوب. بهذا الوقت بتجي لعندها صديقتها المقربة ماركي وبتحاول تقنعها لتروح معهم لقضاء عطلة الربيع. بالبداية بترفض أوليفيا الذهاب، بس بعد ما يصير كل أصدقائها بتوافق، وبعدها منشوفهم جهزوا حالهم وبيروحوا كلهم ليقضوا العطلة بالمكسيك وبيستمتعوا كتير. بالليل الأخير هنيك بتقابل أوليفيا شاب اسمه روني من كليتا وبيبلش يغازلها. بعدها بيجي شاب اسمه كارتر وبياخد روني لبعيد، وبتعرف أوليفيا كارتر على أصدقائها وبيدعوهم للذهاب والشرب بكنيسة مهجورة. ولما بيصلوا لهنيك بتلاقي أوليفيا غراض كتير منها وعاء مكسور وريحة كريهة كتير، وبيجي بعدهم كمان روني. بعدها بيقترح كارتر إنهم يلعبوا لعبة الحقيقة أو الجرأة، وبوافقوا كلهم عليها. خلال اللعبة بيكشف صديقهم تايسون كوران إنه أوليفيا عندها سر بخص صديق ماركي، بس هي بتنفي هذا الشيء. ولما بيصير دور كارتر باللعبة بيعترف كارتر بإنه خدعهم باللعب، نسخة خارقة للطبيعة من اللعبة، وبيقول إنه ما عنده مانع بموتهم، وبعدها بيمشي من هنيك. فبتلحق أوليفيا وبيخبرها إنه هي اللعبة حقيقية، وإنه لازم يستمروا بلعبها بغض النظر عن مكان وجوده، وإنه لازم يقولوا الحقيقة ولا رح يتم قتلهم، وإذا اختاروا الجرأة رح يتعين عليهم إكمال الجرأة وبيتركها وبيمشي. ولما بترجع أوليفيا ما بتلاقي أي حدا موجود هنيك، بس بعدها بيرجعوا كلهم لهنيك وبيرجعوا لمدينتهم. ولما بتروح أوليفيا على الكلية بتشوف مكتوب على مكتبة حقيقة أو جرأة، فبتعتقد بأنه روني اللي عمل هذا الشيء وما بتعطي أهمية للموضوع. بس لما بترجع على بيتها بتشوف أنه مكتوب على ورقة حقيقة أو جرأة. بعدها منشوف ماركي عم تتفرج على مقطع فيديو لوالدها يلي انتحر قبل بضع سنوات، ومن وقتها بتعتبر ماركي أوليفيا عائلتها، لهيك بتروح لعند أوليفيا لتوضح الشيء اللي يسيء فهمه بالرحلة. وتاني يوم بتشوف أوليفيا مكتوب حقيقة أو جرأة، فبتعصب على روني بسبب هالشي. بعدها بتروح على المكتبة وبصيروا كل الطلاب يتجهوا لعندها ويسألوها الحقيقة أو الجرأة، فبتتوتر أوليفيا كتير وبتختار الحقيقة، وبيسألوها شو سر صديقتها يلي مخبيته، فبتقلن إنه ماركي عم تغج على موقع لوكس. ولما بتسمع هالشي ماركي بتقوم لتمشي من المكان، وبتحاول أوليفيا توقفها وتشرح لها، بس ماركي بتتركها وبتمشي وهي معصبة. بعدها منشوف روني بنادي ليلي وبيكون عم يحاكي بنته، فجأة البنت بتتغير وكأنها ممسوسة وبتسأل روني حقيقة أم جرأة، وبتوقع روني إنه كل هاد مجرد مزحة، فبيختار الجرأة وبتطلب منه البنت إنه يوقف على طاولة البلياردو ويرمي بنطلونه. فبيطلع روني على طاولة البلياردو بس ما بيرمي بنطلونه، وبعدها بيوقع على الأرض وبيموت. بعدها منشوف أوليفيا بتخبر أصدقائها عن حادثة المكتبة بس هن ما بيصدقوها. بعدها بيصلهم فيديو وفاة روني على موبايلاتهم، وبيشوفوا إنه أوليفيا مقتنعة بإنه هي اللعبة حقيقية، وبتحاول أوليفيا تشرح وجهة نظر كارتر للكل بس هن ما بيوافقوا. بعدها بيجي لوكس لهنيك بس هو كمان ما بيصدقها، وبياخد غراضه وبيترك البيت. ولما بيكون برا بيحس كأنه في شخص عم يلحقه بس بيتجاهل كل الأصوات. بهي اللحظة بيشوف مكتوب الحقيقة أو الجرأة على الحيط قدامه، وبيتوقع إنه أصدقائه يلي عملوا هذا الشيء لهيك بيتجاهلوا، بس فجأة بتبلش إيده توجعه وبيشوف مكتوب عليها حقيقة أو جرأة، فبيختار الحقيقة فورا. وبعدها بيتصل بأوليفيا وبيخبرها إنه نفس الشيء صار معه، وبيخبرها كمان بالحقيقة وإنه كان على طول عنده مشاعر اتجاهها. ومنشوف إنه سؤاله كان كيف بيشعر عن جد اتجاه أوليفيا، وبتقوله أوليفيا إنه هلأ لازم يشرحوا للكل وإنه رح تجمعهم كلهم بالبيت، وبتخبرهم إنه اللعبة عم تمشي بنفس الترتيب يلي كانوا عم يلعبوا فيه بالمكسيك. وبيحاول لوكس كمان يقنع الكل باستثناء براد، بس ما حدا بيصدقهم. ولما بتكون ماركي بدها تمشي بتطلب منها أوليفيا إنه ما تروح لحالها، وبتخبرها إنه دورها هو التالي. بعدها بتتلقى ماركي رسالة نصية من رقم غير معروف، واختارت الجرأة على كسر إيد أوليفيا، وبتعتقد إنه أوليفيا عملت هذا الشيء، بس أوليفيا بترفض وبتطلب منها إكمال جرأتها وبتعطيها مطرقة لتعمل هذا الشيء، بس ماركي بترفض وبتقلها إنه ما فيها تكسر لإيدها. بس بعدها بتحاول أوليفيا تشجعها وبتقلها إنه هي كمان خجولة مثل أبوها، فبتضرب ماركي إيدها بقوة. وبياخدوا لوكس وبراد أوليفيا للمشفى، وبيجبر مريض ممسوس براد على لعب الحقيقة أو الجرأة، فبيختار الحقيقة. بعدها بيجي أبوه لهنيك وبيكون ممسوس كمان، وبيحيله بطريقة سرية بإنه مثلي. بعدها بيروح براد وبيخبر هالشي للوكس وأوليفيا، وبتتذكر أوليفيا إنه هلأ دور تايسون، فبتبعت له رسالة وبتخبره إنه اللعبة حقيقية، بس هو ما بيصدق هالحكي. وبيكون تايسون عم يعمل مقابلة عمل وبيسألوه عن الحقيقة والجرأة، فبيختار الحقيقة بس هو بيكذب، وبسبب هالشي بيتملكه الشيطان وبيخليه يقتل حاله. بعدها منشوفهم وهنن مجتمعين كلهم سوا، وبتقول بينيلوف إنه هلأ دورها، وبيخبرها لوكس بإنه تختار الحقيقة وبيطلب منها الإجابة بشكل صحيح. بعدها بيحاولوا يدوروا على كارتر على النت، وبيلاقوا حالة بنت اسمها جيزيل اختفت فجأة بعد ذهابها للشاطئ، وبيلاقوا مقطع فيديو خاص فيها هنيك،
وبيفهموا إنه هي البنت لازم يكون لها ارتباط باللعبة. بعدها بتلاقي أوليفيا حساب جيزال على الفيسبوك وبشوفوا كارتر بصوره. بعدها بيعملوا حساب وهمي لإرسال رسالة نصية لجيزال وطلب مقابلتها. بهذا الوقت بيسأل الشيطان بينيلوب عن الحقيقة أو الجرأة وبتختار الحقيقة، بس الشيطان ما بيسمح لها باختيار الحقيقة وبيقول لها إنه لازم تختار الجرأة. فبتتجرأ بينيلوب على الاستمرار وبتصير على حافة السطح، وبيطلعوا كلهم لبرا وبيشوفوا بينيلوب واقفة على حافة السطح وبيحاولوا يساعدوها على إكمال جرأتها. بعدها بتتلقى أوليفيا رسالة من جيزال وبتدعوها لمقابلتها وبتسألها عن كارتر وبتخبرها إنه كارتر هو صديقهم وإنه راحوا كلهم للمكسيك لقضاء الإجازة، وهنيك لعبوا لعبة الحقيقة والجرأة بكنيسة قديمة ولهلأ ما انتهت. ومن وقت ما رجعوا من هنيك وخلال 3 أسابيع توفى 5 من أصدقائهم بسبب هي اللعبة. فبتخبرهم عن ساموي اللي بيكون شاب من مجموعتها وإنه قام بتخريب الكنيسة بهديك الليلة وهو بحالة سكر، وكل هذا عم يصير غالباً بسبب هالشي، وإنه بعد اختيار حقيقتهم بهي اللعبة ما بيقدر الشخص الثالث اختيار الحقيقة. وبهديك الليلة تجرأ كارتر على الحصول على مجموعة جديدة، فبتسألها أوليفيا إذا هي عم تخبرهم بكل هذا لأنه اختارت الحقيقة باللعبة. فبتخبرها بأنها تجرأت على قتل أوليفيا وبتقوص عليها، بس بينيلوب بتتدخل وبتنصاب هي برصاصة وبتموت. وهلأ لأنه حتى جرأة جيزال ما اكتملت خلاها الشيطان تقتل حالها بإيدها. بعدها منشوفهم كلهم بمركز الشرطة وبتقول أوليفيا الحقيقة باستثناء ما بيتعلق باللعبة، وبيغادر براد من هنيك مع والده وبرجعوا باقي الأشخاص على البيت وبيبلشوا بحث عن الكنيسة. بعدها بتغادر أوليفيا لأنه عندها شوية شغل، وبيعرف لوكس وماري إنه هنيك صار مذبحة ما بقى فيها غير راهبة واحدة اسمها أنيز راس. بهذا الوقت بيتم القبض على أوليفيا من قبل الشيطان واختارت الجرأة باللعبة. فبتسألها ماركي شو الجرأة يلي طلعت لها، فبتقول لها إنه يكون عندها الشجاعة لتكون مع لوكس. فبتضايق ماركي من هالشي وبيسأل لوكس أوليفيا ليش اختارت الجرأة، فبتقول له إنه أخفت الحقيقة عن ماركي وما بدها هي اللعبة تخليها تقول الحقيقة قدامها. بعدها بتنفذ أوليفيا جرأة مع لوكس وبيكون الدور بعدها على لوكس، فبيتملك الشيطان أوليفيا وبيطلب منه يختار حقيقة أو جرأة. فبيختار الحقيقة وبيسأله الشيطان مين بيحب الحقيقة، فبيقول له إنه بيحب ماركي. بعدها منشوف ماركي وهي عم تطلع على فيديو أبوها وبيتم سؤالها عن الحقيقة أو الجرأة، فبتختار الحقيقة وبتنسأل عن سبب استمرار حملة لبندقية والدها الانتحارية. فبتقول ماركي إنه غالبا بتفكر باستخدامه. بعدها بيكونوا أوليفيا ولوكاس بالسيارة وبيروحوا بيقابلوا أنيز راس يلي ما بتقدر تحكي وبتحاكيهم بس من خلال الكتابة على الورق، وبتخبرهم أنيز كيف استدعت شيطان قديم اسمه كاليكوس كان بيمتلك لعبة الحقيقة أو الجرأة لحتى تنقذ حالة من كاهن سادي. ومع هالشي استمر كاليكوس باستمرار اللعبة وقتل كل أصدقائها، وهي حاصرت كاليكوس بطقوس تتضمن قطع لسانه وإغلاقه بإنها. بعدها بيرجعوا بيشرحوا كل شي لبراد وبيدركوا كلهم إنه سام غالبا كسر الوعاء وأطلق سراح كاليكوس، ومشان يوقعوا بالفخ لازم يلاقوا سام. بعدها بيجي ولد براد وبينادي لبرا، وبيجرأ براد على تهديد أبوه بالمسدس وبيعمل براد نفس الشي وبيطلب من أبوه إنه يتوسل، بس بيقترب ضابط من هنيك وبيقتله برصاص. بعدها لما بيكونوا بمركز الشرطة بيتصل ماركي لهنيك وبتتجرأ أوليفيا إنه تقول الحقيقة يلي مخبيتها عن ماركي، وبتخبر أوليفيا ماركي إنه بالليلة يلي قتل فيها أبوها حاله اعتدى على أوليفيا، وهي خبرته إنه ماركي رح تكون أحسن إذا هو مات. بعدها بيخبر الضابط أوليفيا إنه ما بقي غير 4 أشخاص من اللي كانوا عم يلعبوا اللعبة بالمكسيك، وبتسأل أوليفيا عن الشخص الرابع. هون بتعرف أوليفيا إنه كارتر وسام هن نفس الشخص. بعدها منشوف ماركي وهي عم تحاول تنتحر بمسدس أبوها، بس بعدها بتصل أوليفيا لهنيك وبتوقفها. بعدها بيلاقوا سام وبيجبروه إنه يرجع لأنقاض الكنيسة وبيجبروه على قراءة التعويذة وبيصطادوا كاليكوس مرة تانية. ولما بيكون سام بالطقوس بخبروه إنه يحبس كاليكوس مرة تانية بعد قراءة التعويذة. بعدها بيتجرأ لوكس على قتل أوليفيا أو ماركي، وبتطلب أوليفيا من سام إنه يقطع لسانه وهو بيعمل هالشي. بهذا الوقت الشيطان بيتملك لوكس لأنه ما أكمل جرأته. بعدها بيجبروا كاليكوس إنه يقتل حاله بحاله بعد قتل سام لحتى يتمكن الأخير من إكمال الطقوس. ولما بيجي دور ماركي بتخبرها أوليفيا إنه تختار الجرأة، بس هي بترفض إكمالها وبتملك كاليكوس ماركي. بهذا الوقت بتجبر أوليفيا كاليكوس على الدخول باللعبة من خلال مطالبته باختيار الحقيقة أو الجرأة. فبينجبر الشيطان على قول الحقيقة بأنه ما في طريقة بتمكنه من الخروج من اللعبة حي لأنه سام مات، وأنه حيموتوا إذا ما ضافوا المزيد من الناس لتأخير دورهم التالي. وبتحمل أوليفيا مقطع فيديو على اليوتيوب بتحذر فيه المشاهدين بطريقة مختصرة من اللعبة وقواعدها. بعدها بتسأل الحقيقة أو الجرأة كل مين عم يسمع العبارة باللعبة الشيء اللي بأخر دورها هي وماركي بالوقت الحالي، وبيخلص الفيلم. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.